إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا أولا أنا بعتذر على الفترة الطويلة جدا اللي أنا وقفت اشرح فيها وانزل فيديوهات فيها عن النت مجاني، طبعا مع اني منزلتش غير فيديو واحد بس الفيديو ده كان مهم، في ناس استفدت بيه في ناس ما عجبهاش. المهم ده اول حاجة. تاني حاجة انا بعتذر لو في اي اصوات خارجية او كده. تالت حاجة موضوعنا النهاردة هيكون عن ازاي نجيب نت مجاني لشبكة فودافون مصر 4G بالاخص 4G، بكرر اهو 4G عشان محدش يرجع يقول لي في الكومنتات 3G ولا 4G. 4G و IP 100، اللي IP 10 يخرج من الفيديو ما يكملهوش. IP 100 و 4G، بكرر اهو 4G و IP 100. وطبعا هشتغل على حتة IP 100 دي بالذات لان هي حتة رخمة شوية، وبالخاصة اما قعدت اكرر واقول 4G 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 لان احنا في مننا ناس كتير قوي ما بيتغيرش عندهم الاي بي اساسا لمية وخطهم 4G. ده ليه؟ لان في حاجة اسمها خدمة البيانات او حاجة اسمها تنشيط خدمة البيانات. ايه تنشيط خدمة البيانات دي؟ تنشيط خدمة البيانات دي بتساعدني على انا اغير الاي بي او احوله لاي رقم انا عايزه، 100 بقى 500 1000 الشركه ملهاش دعوه. المهم اللي انا عملت لهم اللي هم عايزينه انا بقى اعمل اللي انا عايزه. تمام. طبعا بعتذر لو في اصوات خارجيه للمره الثانيه. طبعا اول حاجه كده هنشوف موضوع الاي بي ده. هو موضوع الاي بي ما فيهوش اي حاجه، سهل جدا، بس ايه، لازم يكون 4G، لازم يكون 4G. وبالنسبة لحكاية تثبيت الاي بي اللي بسمع عنها، والله هو الحكاية دي يعني محتاجة برنامج واحد بس وهبقى اشرحه ان شاء الله، بس المشكلة اللي هو السامسونج فقط، ما دي المشكلة الوحيدة، بس ان شاء الله بحاول يعني. المهم انا عندي نمط الشبكة 4G. طبعا نخش نشوف بس كده الاول الاي بي 100 ولا 10. الاي بي 100.75، وفي نقطة نستكلم عليها ان الاي بي لازم يكون 100. رقم من 75 وتحت، 75 وفوق مش هيشتغل نهائي، 75 وتحت هيشتغل. طيب الناس بقى الاي بي عندها اصلا مش بيتحول ل 100 هيعملوا ايه؟ هنخش كده على لوحه المفاتيح وهنتصل بنجمه 3 تمانيات نجمه 4 شباك وهندوس اتصال. طبعا انا مش هينفع ادوس اتصال لان انا في حاله ان لو دوست اتصال الاي بي اللي تحت هتقفل والاي بي هيتغير وهنخش في متاهه يعني. المهم هتضغط على رقم 1، بعد كده هتضغط ارسال، بعد كده هتضغط على رقم 3، بعد كده تضغط ارسال، بعد كده تضغط موافق. قبل ما تعمل اي حاجه هتقفل التليفون وتفتحه، او بالبلدي كده تعمل له اعاده تشغيل. تمام، عملت له اعاده تشغيل وخلصت، هتعمل ايه؟ هتخش على السيتنجز او الاعدادات على حسب لغه الجهاز، هتخش تغير نمط الشبكه وتخليه 2G. ده اولا بعد ما عملت الخطوات اللي انا قلتها. بعد كده تخش تغير الاي بي، تقفل الداتا وتفتحها وتغيرها. تمام يا معلم؟ تمام. وبنبه اهو، لازم اولا الخط يكون فودافون و4G والاي بي 100 ورقم اقل من 75، يعني من 75 لتحت زي عندي كده. انا عندي هخش اوريكم الاي بي 100.75 بالظبط، يعني لو كان 76 ما كانش هيشتغل. تمام. طيب في الموضوع ده كله هنحتاج برنامجين، برنامج الحائن اللي هو HTTP انجكتور على حسب لغه الجهاز، وبرنامج SSH VPN account. طبعا في ناس كتير قوي سمعت عن الحائن، وفي ناس عجبهم برنامج الحائن، وفي ناس لا هو في ناس مجرد ما تسمع اسم الحائن اصلا هتطلع من الفيديو. لا ما تطلعش من الفيديو، كمل الفيديو للاخر عشان والله العظيم هتستفيد. المهم في الخطوه دي بالذات هنحتاج نت، فاحنا هنعمل ايه؟ هنقفل الداتا وهنفتح الواي فاي. تمام،
استنى لحد ما الواي فاي يفتح. الواي فاي فتح تمام. خش على برنامج اس اس اتش في بي ان اكونت. استنى لحد ما يحمل. طبعا في مواقع ياما جدا هنا، بس طبعا في بالثلاث ايام والسبع ايام وال14 يوم والشهر طبعا. وفي موقع واحد انا بفضله يعني وبشتغل عليه الحقيقه، واسمه سبيد اس اس اتش، يعني احنا حتى ممكن نجيبه من على جوجل، مش شرط من هنا يعني. يعني البرنامج ده عادي، عايز تحمله حمله، مش عايز براحتك. انا عن نفسي يعني هشتغل من على جوجل كروم. هنكتب كده سبيد اس اس اتش، نضغط سيرش او انطلق على حسب لغة الجهاز او بحث. نستنى لحد ما يحمل. طبعا انتوا عارفين نت مصر لا يعلى عليه الصراحة. هنستنى لحد ما يحمل كده. طبعا هو موقع حلو جدا. انا طبعا ما جيت استخدمته في الاول، استخدمته من البرنامج اللي انا قلت لكم عليه في الاول ده تمام، بس ما جابليش ال 30 يوم. فانا دخلت على الجوجل كروم زي ما انا داخل قدامكم كده، طبعا هختار اول حاجه. دخلت على جوجل كروم لقيت الشهر، قمت انا مختار ايه الشهر تمام. طبعا في قدامكم بقى سيرفرات كتير يعني، بس انتوا طبعا هتختاروا ايه، ايوه اللي هو ده الشهر ده. طبعا لو انت لغه جهازك انجليزي هتختار اس اس اتش مانثلي تمام. تمام هنا بقى عندك الدول، يعني عندك الولايات المتحدة الأمريكية دي بعيدة عننا جدا، وعندك سنغافور دي ممكن نشتغل عليها تمام. طيب ده 30 يوم وكل حاجة تمام. وبالنسبة للكونفيجات اللي بتشغل ببجي، الكونفيجات اللي بتشغل ببجي بتدعم بورت 443 او ميناء رقم 143 عفوا، مش 443، 443 دي لليوتيوب والواتس، يعني كل حاجه بتشتغل معاك، بس ما عدا الالعاب. الالعاب الاونلاين 143، مالناش دعوه ب 80 دي، احنا ليه حاجتين بس 443 143 تمام. تمام هنضغط على تحديد، هننزل تحت كده تمام. طبعا لو لقيت كلمة توفر الحسابات دي لو 0% يبقى مش هتعمل، لو 14% تمام اشتغل عليه. بالنسبة لليوزر هتكتب اي يوزر مش هتفرق معنا، والباسورد انا هعمله 4 أصفار، وهضغط على كريت اكاونت او انشاء حساب على حسب لغة الجهاز. طبعا عشان انا انشأت النهاردة 3 حسابات فمش هينفع. طيب مثلا لو واحد عارف الموقع ده وانشأ، طب في موقع بديل ننشئ من عليه اكتر من حساب في اليوم الواحد؟ اه في، اللي هو فاست اس اس اتش. هو موقع رخم شويه بس حلو يعني، مش وحش قوي يعني. طبعا وطبعا هبقى انزل لكم كونفيجات اللي هي الشهر من الموقع التاني اللي هو سبيد اس اس اتش. طبعا هنا الحساب لمده اسبوع مش مشكله، احنا بس بنتعلم ازاي نعمل كونفيج مش اكتر. طبعا نكتب اي حاجة مثلا، يعني هنكتب ايه على سبيل المثال، هنكتب ايه، نكتب اي اسم مش هتفرق يعني. نعمل انشاء حساب. طبعا استنى لحد ما يحمل، ودخلنا على الصفحة التانية اهو حمل. ننزل تحت كده نضغط متابعة انشاء حساب. طبعا نستنى لحد ما يحمل عشان يدخلنا على الصفحه اللي بعديها اللي احنا نكتب فيها الباسورد او كلمه السر على حسب لغه الجهاز برضو. او تحت كده ماي باسورد، هتكتب اي حاجه زي ما كنت كاتب الموقع اللي فات 4 أصفار تمام. تمام هتضغط على انا لست برنامج روبوت، مش على الكلمه نفسها، على المربع اللي جنبيها ده. عمل لك صح تمام، جاب لك بقى اختبار اللي هو بتاع السيارات ده، حدد السيارات واعمل تم. هنضغط على كلمة انشاء حساب. تمام في حساب، الحساب ده اتعمل معانا اسبوع تمام. طيب هنخش كده على البرنامج الحائل او برنامج اتش تي تي بي انجكتور على حسب لغة الجهاز. نيجي بقى للنقطة المهمة
هنعمل ايه؟ طبعا انا عملت كده حذف للبيانات كأني يعني لسه حامل البرنامج. طيب هنعمل ايه؟ اول ما تخش على الجهاز طبعا، او قصدي البرنامج، هتعمل ايه؟ هتضغط على الايقونة دي اللي هي تانل تايب، كلمة نون دايركتلي هنضغط عليها، وهنضغط على كلمة كاستم بايلود اللي هي اللي تحت دي، وبعد كده تضغط على سيف كده. تمام. طيب الحمولة دي ما ينفعش تشغل كونفج او نت مجاني لفودافون او لاي شبكة في مصر من غير ما تكون ايه الحمولة دي فيها حاجة اللي هو البايلود بمعنى صح. فهنخش على كلمة بايلود جنريتور او صنع البايلود، هنضغط على كلمة سبليت، هو هيشتغل لوحده. دي بقى النقطة المهمة، العنوان او المضيف. طيب ده هنكتبه ايه؟ هنكتب كده http نقطتين فوق بعض سلاش سلاش انترنت انترنت دوت فودا فون دوت كوم دوت اي جي سلاش اوبس سلاش. ما تضغطش على اي حاجة تانية، بعد كده تضغط جرينيت بايلود. تمام، البايلوت اتحفظ معانا. طيب هل البايلوت ده هيشتغل معانا زي ما هو كده او بالشكل ده؟ لا. طيب هنعمل ايه؟ هنمسح كده الاجزاء اللي انا هقولها لكم دي، يعني قبل كلمة جيت تقوم ضغط كده ماسح. تمام. وكلمة اتش تي تي بي دي كده يعني ما تمسحهاش، سيبها، بس هتيجي من عند اول كلمة هوست لحد كلمة اوبس، وسيب السلاش اللي هي قبل سي ار ال اف، وتقوم جاي ماسح عشان يطلع معانا البايلود بالشكل ده عشان نبدا نشتغل عليه. طبعا في خلال واحنا شغالين، بعد ما نخلص ونقفل الواي فاي ونفتح الداتا ونضغط على تشغيل او ستارت على حسب لغه الجهاز، ممكن ياخد وقت معانا. تمام. تمام. طيب هو هنا طالب مني حساب الاس اس اتش، هنخش كده على الموقع تاني، هنخد له كده الاي بي او المضيف او الهوست، نعمل له نسخ ولصق. تمام. البورت طبعا 443. طبعا الموقع التاني اللي هو سبيد اس اس اتش ده هو اللي بيدعم البورت 443 و80143 للالعاب الاونلاين. اسم المستخدم اهو، ناخده نسخ ونحطه في البرنامج لصق. طبعا الباسورد 4 أصفار، مش محتاج ان انا اعمل له نسخ ولصق. تمام. تمام. طيب كده انا عملت البايلوت، وكده انا عملت الخطوه اللي هي بتاعت تانل تايب دي، وعملت حساب الاس اس اتش كده. تمام. طيب ايه اللي فاضل بقى؟ اللي احنا نقفل الواي فاي ونفتح الداتا، وبعد ما نفتح الداتا نتاكد ان الاي بي 100. نتاكد كده. تمام. الاي بي 100.75، ولو 74 ماشي، لكن لو قلت لي 76 او 77 اقول لك لا، الاي بي مش او الحائن يعني مش هيشتغل معاك. طيب قبل بس ما ندوس تشغيل، عايز اعرفكم ان هو لو اتاخر مفيش اي مشكله، محدش يقلق، هو كان بيتاخر معايا. تمام. لان موقع فاست اس اس اتش ده اصلا ضخم شويه. تمام. طبعا رابط الكونفيج ده هسيبه لكم تحت في الديسكربشن. صح، نسيت اوريكو ان انا معيش رصيد. نخش على اليوتيوب كده، هيفضل يحمل مفيش اي حاجة، مفيش اي حاجة. تمام. ندوس تشغيل، بعد كده نخش على السجل. ممكن ياخد وقت معاك شويه، دقيقتين ثلاثه، لان موقع فاست اس اس اتش ده رخم شويه. تمام. تمام. طالما كتب لي اسم المستخدم يبقى ان شاء الله هيشبك معانا او يتصل معانا. يعني هو اصلا موقع فاست اس اس اتش السيرفرات بتاعته رخمه شويه، او الخوادم بتاعته اللي هي الدول يعني بيكون رخمة شوية في الاتصال يعني. طبعا لو موقع فاست اس اس اتش ده في الخوادم او اللي احنا نختارها يعني، يعني مثلا هي اقرب دولة لينا كدولة
او كقارة اوروبا. طيب اقرب دولة ايه بقى؟ بلجيكا. تمام، او اتصل معانا اهو. تمام، نخش نجرب بقى اليوتيوب كده. طبعا اليوتيوب انا كنت موريه لكم اشتغل. نعمل كده تحديث للصفحة. طبعا هو ممكن ياخد وقت معاكم شوية، مش مشكلة، بس طبعا لو انت الشبكة عندك حلوة هيشتغل معاك طلقة، مفيش اي مشاكل. اهو الفيديو هيشتغل قدامكم اهو يا جماعة. اهو بيحمل، اهو شغال اهو. طب تيجي نجربي كده شوية. طبعا ان شاء الله الشرح الجاي هبقى اعمل حسابات اللي هي موقع سبيد اس اس اتش، عشان الموقع ده اخره 3 حسابات وشغال على جوده 480. طب تعالى نعلي كده 720 ونجري. طبعا هو ممكن يحصل تقطعات شويه في موقع فاست اس اس اتش، لان هو زي ما قلت لكم في الاول الخوادم بتاعته رخمه شويه، لكن موقع سبيد اس اس اتش انا معايا كونفج خاص بيا شغال حلو جدا زي ما انتم شايفين اهو، شغال مفيش اي مشاكل، بيشغل اي حاجه انت عايزها يعني، بس طبعا ما عدا الالعاب الاونلاين، لان الموقع ده مش بيدعم بورت 143 اللي هو الالعاب الاونلاين. تمام، طيب كده احنا خلصنا؟ لا لسه ما خلصناش. هنعمل توقيف وهنضغط على علامه الملف اللي فوق دي وهنعمل اكسبورت كونفج. تمام، هنا هنكتب بقى اسم الكونفج، يعني مثلا هنكتبه ايه؟ هنكتبه اي حاجة، اي حاجة مش هتفرق معانا يعني. بعد كده نضغط على الكلمة دي. تمام، هنا لو انا عايز اقفل الكونفيج، طبعا الاعدادات اللي فوق دي ماليش دعوة بيها، اللي هي دي يعني ماليش دعوة بيها. طبعا احنا نضغط على الكلمة دي. تمام، بعد كده نضغط على الكلمة دي او الاختيار ده يعني. طبعا الحساب لو انت عايز الحساب مفتوح، او لو عايز الكونفج نفسه مفتوح حساب الاس اس اتش، هتشيل العلامه من على الوكيل بعيد اسم المستخدم وعلى اللي تحتيها، بس عادي براحتك يعني مش هيفرقوا معانا. بس طبعا الوكيل البعيد دي لوحدها دي احنا مش عايزينها يعني، لو حطينا العلامه او شلناها مش محتاجينها. بالنسبه لحساب الاس اس اتش بقى دي، لو انا عايز اقفل الحساب هنحط عليه علامه صح، مش عايزين يبقى هنعمل كده الحساب نفسه مفتوح او الكونفج نفسه مفتوح حساب الاس اس اتش. يعني انا عامل الكونفج ده اسبوع، طب خلص الاسبوع مش عايز بقى اخش في المتاهه اللي انا عملتها دي، هنعمل ايه؟ نخش على الموقع نجيب حساب اس اس اتش بسهوله ونحطه وتشتغل يا باشا. تمام. بالنسبه للاختيار اللي تحت ده مالكش دعوه بيه خالص. اخر اختيار بقى، طبعا هو هنا بيقول لك لو انت عايز تشتغل من على الموبايل داتا. تمام، دي احنا هنعلم عليها، والبقيه الاختيارات دي مالكش دعوه بيها. طبعا هنا بقى الرساله اللي انا يعني بكتبها يعني عشان اللي حمل كونفج يشوفها، يعني مثلا نكتب اي حاجه مش هتفرق يعني. بعد كده نضغط على العلامه اللي فوق الحمراء دي، بعد كده نضغط سيف، بعد كده نضغط اكسبورت كونفج. طبعا معلش الفيديو طول معايا، داخل على ال 20 دقيقه. تمام، هنعمل كلير داتا كده وهنخش نعمل استيراد ملف. طبعا انت عشان هتكون عامل الكونفج فهتلاقي ايه؟ HTTP حقن. تمام، ده الكونفج اللي احنا عملناه او زي ما انتم شايفين الرساله اللي احنا عملناها اهي. طبعا حساب الاس اس اتش مفتوح اهو زي ما انتم شايفين. تمام، نضغط على التشغيل، وزي ما قلت لكم ما تقلقوش لو هو طول معاكو شويه في التشغيل، عادي جدا. طبعا انا شغلت لكم النت وجربته قدامكم وفتحت يوتيوب واثبتت لكم ان انا مش معايا رصيد. تمام، هنستنى كده لحد ما يعمل كونكت. طبعا في برنامج اسرع من برنامج الحائن شويه اسمه الاي بروكسي. طبعا انا هبقى انزل البرنامج، طبعا هبقى انزل البرنامج الاي بروكسي ده كونفيجات. وفي طبعا ناس كتير قوي تعرف برنامج الاي بروكسي ده، وفي ناس تانية ما تعرفوش. اهو هيتصل معانا. تمام كده اتصل معانا. طيب نجرب اي حاجه بقى، نخش على متجر بلاي كده. طبعا الاعلانات دي مالكش دعوه بيها، تطلع كده نخش على متجر بلاي زي ما احنا.
اتمنى يا جماعه بقى بعد المجهود اللي انا بعمله ده، اشتراك للقناه وفعل زرار التنبيهات عشان يوصل لك اي حاجه انا بنزلها على القناه. وريت حتى لو مش عاجبك الفيديو تقول لنا ليه مش عاجبك. لو زي ما انتوا شايفين فتح معانا، نحمل اي حاجه، مثلا نحمل اللعبه دي. اهو بيقول لي جار التنزيل اهو شغال معانا اهو على 2%. تعالوا كده يا جماعه اخر حاجه نقيس السرعه فاست من على موقع فاست. طبعا الموقع فاست اس اس اتش ده ممكن سرعته بالليل يعني زي دلوقتي كده تكون حلوه، لكن بقى على الفجر سرعته بتعدي يعني بتعدي ال 20 ميجا بمعنى الكلمه. يعني دلوقتي كده هو 10 ميجا و11 ميجا، حلوه قوي مش وحش يعني. طبعا بعتذر يا جماعه زي ما قلت لكم في الاول على الاصوات الخارجيه اللي جنبي دي. تمام، سرعته 9.9 ميجا بايت في الثانيه، يعني 10 ميجا، حلو قوي. تمام، زي ما انتم شفتوا يا جماعه انا شغلت لكم النت وحولت لكم الاي بي 100 وعلمتكم ازاي تعملوا كونفيج كل حاجه. طبعا ان شاء الله الشرح الجاي هعلمكم ازاي تعملوا كونفيج من موقع سبيت اس اس اتش. بس مشكله الموقع ده اللي هو في اليوم الواحد 3 حسابات فقط، بس موقع حلو جدا وسريع وبيشغل يعني مجرد ما انت تحط الحساب خلاص فتح معاك. طبعا اتمنى ان انتوا تشتركوا في القناه وتفعلوا زرار الجرس عشان يوصل لكم اي حاجه انا بنزلها في القناه. واللي مش عاجبه الفيديو يعمل ديسلايك او عدم اعجاب، ويكتب لي في الكومنتات ايه يعني اللي مش عاجبه عشان ايه احسن في الاداء يعني الفتره الجايه. شكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.